طبعا بعد احتلال المناطق بأطراف الشمال السوري، طبعا مناطق عفرين، المناطق الشريط الحدودي، قريسبي، راس العين، تم تجنيد بعض الشبان السوريين الموجودين في تركيا. طبعا تم تجنيدهم لمصالح الدولة التركية كمرتزقة، يعني اليوم عم يقاتلون في مناطق تركية بشكل عام، تم تجنيد هاي المقاتلين، واليوم لأنهم عم يتحولوا إلى أداة بيد الدولة التركية، وتجنيدهم للقتال ضمن مناطق خارج سوريا مثل ليبيا ومناطق أخرى. نوجه نداء لهذا الشبان أنهم اليوم تم تقرير بهم من قبل الدولة التركية. الدولة التركية دولة محتلة للمنطقة بشكل عام، عم تجند أنجدتها خاصة بإعادة هيمنة الدولة العثمانية على المنطقة. اليوم هي تعيد فساد بمناطق الشمال السوري، عم تغير ديموغرافيا على الأرض، عم تغير الهوية السكانية والجغرافية للمنطقة. كل هاي النقاط هي عم تستغل عليها الدولة التركية، عم تحاول طمس الهوية العربية أو الهوية الموجودة بالمنطقة بشكل عام على أبناء المنطقة، تغيير كامل للمعالم التاريخية والجغرافية بشكل عام، حتى تغيير الهوية الثقافية والإنسانية. اليوم تركيا تحاول قدر الإمكان يعني حتى إدخالها بمنظومة، يعني حتى بموضوع العملة وموضوع الراية وموضوع المنفستو، كل هالقضايا هاي تحاول قدر بسط سيطرتها الأساسية كدولة تركية غازية ومحتلة للشمال السوري. واليوم نراها اليوم عم تجند هؤلاء الشبان وعم تبعثهم للقتال في ليبيا تحت صفوف ما يسمى بمقاتلين ومرتزقة خاصة بالأجندة التركية. نوجه ندانا أن اليوم أنتم اليوم تعملون تحت راية الدولة العثمانية الفاشية، الدولة العثمانية الفاشية لن تكون لكم رديعا، لن تكون لكم صنيعا. حاول قدر الإمكان اليوم أنتم تجندكم لمصالح الشخصية، تقتلون وتسجنون بمناطق خارج السيطرة السورية. نوجه ندائكم أنكم ترجعون إلى وطنكم، ترجعون إلى أرضكم، تبعدون كل البعد عن هذا الاحتلال التركي. هذا الاحتلال التركي لن يترك أراضينا، هو غازي، هو محتل. كل هاي النقاط نحب نوجه رسالة من هالمكان هذا بشكل عام، أنه اللي الشباب اللي غرر بيهم واللي هم تم تقرير بهم واستقلت يعني كلاجئين أو كعاملين بتركيا، تم تجنيدهم من قبل المخابرات التركية وقبل الدولة التركية، أن يرجعوا إلى وطنهم، يرجعوا إلى أرضهم، ويبتعدون كل البعد عن المرتزقة التركية، وأنهم يكونون ضمن نطاق الوطن وضمن الرقية الجغرافية في شمال شرق سوريا وضمن سوريا. طبعا ما ننسى يعني جرائم الاحتلال التركي يعني على شمال شرق سوريا. اليوم عفرين محتلة صار لها سنتين، نرى هناك جرائم اغتصاب، انتهاك بحق النساء، جرائم قتل، السجون، التعذيب. كل هاي النقاط هاي لازم تكون مؤشر على جرثومة هذا الاحتلال التركي الفاشي. يعني ثقافة الخوازيق وثقافة المشارق هي موجودة عند هذا الاحتلال منذ آلاف السنين. هذا الاحتلال له ثقافة معينة عم يجسدها بأرضنا اليوم. كيف نرى أن اليوم شعبنا وأبناء شعبنا يقتلون ونحن نقاتل في صفوف هذه الدولة المغازية وهذه الدولة المحتلة؟ يجب أن نرى الفرق بين هذه الدولة. هذه الدولة ليست دولة منقذة، هي دولة محتلة، هي دولة قاصبة عم تغتصب أراضينا بالمنطقة هون. لازم احنا ندافع عن وطننا وندافع عن كرامتنا وندافع عن عزنا ونبتعد كل البعد عن هذه المرتزقة وعن هذه الجرثومة الموجودة في منطقتنا. بالأوائل الأخيرة سمعنا أنه في شباب مرتزقين وقصر قبل السنة 18 يجندونهم أتراك من أجل أخذهم إلى تركيا مقابل بخصهم من المال. فعلينا ننصح العشائر وجهاء العشائر بالجلسات العشائرية عدم الرضوخ للأوامر التركية أو المطامع التركية. تركيا دولة محتلة عثمانية وبدأت تعيد احتلالها لمرة أخرى. فهو هل معقول أنه الشباب السوري الشباب السوري اللي نوصف بالوصف الآخر يروح على تركيا يقاتل هناك مقابل بخصا المال؟ لا، هذا الحق نرفضه. على شيوخ الحشائر التوجه لعشيرتهم أنه عدم ذهاب إلى تركيا ومنها إلى ليبيا. فنحن بالشدادي وشعب الشدادي وجبور الشدادي بشكل عام والعشائر الأخرى، أولا نحن رافضين هاي الفكرة، اثنين ما عدنا. لكن الشمال السوري لاحظنا بالفترة الأخيرة أولاد قبل السنة 18 عم يأخذونهم يقرونهم بالمال ويأخذون، فهذا الكلام نرفض ورفض قطعي. الشعب السوري أكبر من هيك، والشباب السوري إن فيهم الأمل، وإحنا بحاجتهم بلدنا وبطننا أكثر ما يكونوا بحاجتهم هنيك بليبيا. فولا ينقروا.